اليوم السبت يسدى الستار عن مواجهات كأس العالم للأندية، ويواجه ريال مدريد الإسباني حامل اللقب وبطل أوروبا غريميو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية في المباراة النهائية للبطولة والمقامة حاليا في دولة الإمارات. يبحث ريال مدريد بطل إسبانيا وأوروبا عن المجد وتحقيق العديد من الأرقام الخاصة عندما يدافع عن لقبه بطلا لكأس العالم للأندية لكرة القدم أمام غريميو البرازيلي بطل ليبرتادوريس اليوم السبت في أبو ظبي في المباراة النهائية. ويترقب عشاق كرة القدم في مختلف أنحاء العالم بحالة من الشغف المواجهة المثيرة التي ستجمع الريال بغريميو البرازيلي في نهائي بطولة كأس العالم للأندية والمقامة في دولة الإمارات. ويدخل ريال مدريد الذي بلغ الدور النهائي عقب فوزه على الجزيرة الإماراتي بهدفين لهدف، يدخل المباراة وعينه على اللقب الثالث والثاني له على التوالي في كأس العالم للأندية بعد إنجازه في 2014 و2016، في الوقت الذي لن يدخر فيه غريميو أي جهد في سبيل التتويج بلقب البطولة للمرة الأولى في تاريخه. وسيسعى الفريق البرازيلي لإعادة الاعتبار لأندية البرازيل وأمريكا الجنوبية في مونديال الأندية، حيث تميل الكفة كليا لصالح فرق القارة العجوز التي أحرزت اللقب 9 مرات من أصل 13 نسخة أقيمت منذ العام 2000. وستصطدم طموحات الفريق البرازيلي بعزيمة ورغبة النادي الملكي الذي يتطلع لتحقيق رقم قياسي فريد في مونديال الأندية، ففي حال إحرازه للقب سيصبح الريال أول فريق يفوز بالبطولة مرتين متتاليتين، كما سيكون ريال مدريد أمام فرصة نادرة لتحقيق خماسية في 2017 بعدما سبق له التتويج بألقاب دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني والكأس الأوروبية الممتازة والسوبر الإسباني. ومن جهته تطلع الهدف التاريخي لريال مدريد البرتغالي كريستيانو رونالدو لحصد لقب جديد مع فريقه بعد أيام قليلة من فوزه بجائزة الكرة الذهبية للمرة الخامسة في مسيرته. فلمن سترفع الأعلام وتقرع الأجراس؟ ومن سيتوج بالذهب ويدخل التاريخ؟ هذا ما سنعرفه الليلة.